تعالى نتكلم لغة ما كده. شوف الدعم ده بيتقدم بطريقتين يا جماعة. ايه هما الطريقتين؟ انه الدولة نفسها تعمل اللي هي بتعمله الشكل العادي جدا، انه والله تكلفة مثلا الورقة دي 50 قرش، بس احنا هنوفرها للناس ب10 قروش، فانت لما هتروح تدفع فلوس هتدفع 10 قروش تمن الورقة دي. طيب فين ال30 قرش الباقيين؟ الدولة شايلهم، هي تحملت هي التكلفة خلاص. طيب في طريقة تانية، الدولة تيجي تقول لك ايه، هي الدولة الورقة دي ب40 قرش، طيب حضرتك هل هتدفع فيها 10 قروش؟ لا، هتدفع فيها ال40. الله، يعني انت كده خلاص مش هتدعمني؟ لا، انا هدي لك الفرق. الفرق ده اسمه هنا بقى ايه؟ الدعم النقدي. يعني الاول اسمه ايه؟ دعم عيني. المرة دي انا بقول لك والله ما تيجي نفكر مع بعض في مسألة الدعم النقدي. طيب وهل لو حصل دعم نقدي ده جيد ولا مش جيد؟ طب وهل الدعم النقدي ده هيبقى مبلغ ثابت طول العمر ولا هيتزايد؟ وهيتزايد بناء على ايه؟ خليني هنا اخد معانا وبكل الترحيب دكتور فخري الفقي، طبعا خبيرنا الاقتصادي الكبير والمعروف ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. اهلا اهلا يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا استاذ يوسف، ازاي حضرتك؟ وجودي معاك. لا ده احنا نتشرف. تحياتي لمشاهدينا. تحياتنا ليك يا دكتور. دعم نقدي ولا دعم عيني يا دكتور؟ هو بص سيادتك، مسألة ان انا اهم حاجة عندي انه الدعم يوصل للناس المستهدفين المستحقين بالفعل، واثر طريقه في هذه الحاله ان احنا نعمل بالنسبه للحوار الوطني، نقدر ان احنا نعرف من خلال اليه الحوار الوطني اللي هي بقى لها معانا مده في هذه الحاله، ممكن ان احنا نستفيد من الحوار الوطني من خلال الاحزاب الموجوده والنواب اللي بيكونوا موجودين في الحوار الوطني من خلال دوائرهم، يستشفوا رأي يعني غالبية الناس اللي هي محتاجة في هذه الحالة ان هي تعرف ان هي تقول والله عاوزين سؤال. هما سؤالين لازم نسألهم في الحوار الوطني. السؤال الأولاني، هل يعني ترغب في ان يكون الدعم يكون بالشكل العيني الحالي بالمنظومة الحالية، ولا نحتاج انه ترغب في انه الدعم يوصل ليك نقدا؟ ونقدا مش معناها كاش في ايده، ولكن من خلال كارت مشحون اللي نسميه كارت رقمي، يعني مش كاش هياخده يتصرف في الكاش، لا يعني مشحون بفلوس يقدر يشتري بيها رغيف العيش، مخصص فقط لرغيف العيش. طيب نحتاج ده ولا ده؟ هيبان من الحوار الوطني اللي هيبدا اجراءه في الفتره اللي جايه وخلال مدة معينة. السؤال الأولاني يعني الفئات الأكثر احتياجا وشعب مصر هو اللي هيجيب عليه يقول والله أنا عايزه زي ما هو كده، مع الزيادة اللي حصلت النهاردة مع يعني تصريحات دولة رئيس الوزراء بزيادة 20 قرش بدل 5 قروش، المواطن هيدفع على الخمس ترغيفة جنيه يعني ب20 قرش. معنى كده أنه هيبقى فيها توفيرة، فيها توفيرة، بس يعاد توزيعها على برامج، مثلا يعاد توزيعها على تكافل وكرامه، على التامين الصحي والادويه، وعلى علاج نقص الدوله. يعني الفلوس دي هيعاد توزيعها لبرامج برضه حمايه اجتماعيه لصالح الفئات اللي هي الاكثر احتياجا بالفعل. نرجع تاني نقول له والله انا عايزه زي ما هو، خلاص زي ما هو بما حدث ان هو زياده 20 قرش خلاص، او ان هو يقول انا عايزه نقدي. طب هنا ده السؤال الاولاني هيجاوب عليه، افترض انه طلبه نقدي، يبقى السؤال الثاني هي الاليات، ايه الاليه اللي هنوصل له بيه الفلوس؟ انا عندي في الموازنه في الباب اللي هو الدعم والمنح والمزايا الاجتماعيه مرصود لرغيف العيش السنه دي حسب التكلفة رغيف العيش اللي هو 1.25 جنيه، مخصص ليه دعم 125 مليار جنيه مصري على موزعة على تقريبا 20 مليون بطاقة خبز، ويستفيد من هذه المنظومة 72 مليون مواطن مصري. يعني البطاقة بيبقى فيها يعني فرد أو فردين أو ثلاثة إلى آخره، المهم بيستفيد منه من رغيف الخبز المنظومة دي 72 مليون مواطن. باجي أقول له طب أنا عاوز أوصل لك الفلوس اللي هي 125 مليار،
المرصودين في الموازنة عندي عاوز أوصلهم لك. ما هي الآليات هنا بقى دور الدولة إزاي؟ إيه هي الآليات؟ والحوار الوطني برضو هيفكر معانا في الآلية، بحيث إن هو بنقسم المبلغ اللي هو 125 مليار جنيه مصري في الموازنة اللي موجودة يعني السنة الجاية مثلا على 24 بطاقة تموينية، يطلع مثلا البطاقة الوحدية تحصل على في الشهر 200 جنيه لرغيف الخبز فقط. احنا بعيد عن البطاقة التموينية، مالناش دعوة بالبطاقة التموينية، ده قصة تانية. أنا بتكلم على رغيف العيش. العيش. يبقى 200 جنيه. لو ال 200 جنيه دول في الشهر يا فندم. طبعا هنقول له لو هو فرد لوحده البطاقة اللي معاه بطاقة فرد واحد بخلاف اللي يكون البطاقة فيها فردين. طبعا. بخلاف البطاقة اللي فيها ثلاثة تفرق في الحالة زي كده. إذا كان ده ياخد مثلا مبلغ الثاني فردين ياخد ضعفه، إذا كان ثلاثة ياخد ثلاثة أضعاف المبلغ في هذا التخصيص. الحاجة الثانية لو استقرينا على أنه الدعم هيبقى نقدا فكل سنة أنا بديله الفلوس، ما فيش إهدار، أنا بقول له أنت المستحق خد الفلوس اتصرف أنت فيها. كل سنة لو في تضخم أنا بزود له المبلغ ده كل سنة. لكن الفلوس دي زي ما اتفقنا مثلا هتتحط جوه كارت، الكارت ده موجه للخبز فقط، مش هيبقى مبلغ نقدي بيضاف الى مثلا راتبه، لان انا بتبقى خشيتي من التضخم. يا بص يوسف دلوقتي انا لما بديهوله كارت مشحون مخصص لرغيف الخبز حلو فقط. حلو. طب ازاي تتعمل دي بقى المنظومه دي، الاليات بقى صحيح الحكومه تفكر فيها بحيث ان هو يبقى في هذه الحاله حسب حجم الايه صاحب البطاقه، اذا كان واحد ولا اثنين ولا تفرق في الفلوس. الحاجه الثانيه التضخم لو 10% زياده في الاسعار كل سنه انا بزود له المبلغ برضو في البطاقه، بنسميها ايه تحويل، يعني بنسميه دعم، بنسميه رقمي لانه الفلوس رقميه مش كاش زي ما صحيح. النقدا مقصود بالنقدا اللي هي الكترونيه تبقى مشحون كارت مشحون بفلوس، كل ما بيشتري عيش بيتخصم من المبلغ الشهري بتاعه في هذه الحاله. مخصص يروح بقى لايه يشتري من المنافذ المخصصه لهذا، يبقى عندهم زي مكان كده زي الايه بتاع الفيزا وكلام ده يسحب بقى الايه كل ما يشتري مثلا رغيف. بس هنا نشوف التكلفه كام والاليات دي قد ايه، ان هي تعقيدات بالنسبه للمواطن نسهلها له الى اخره. فهنا هيبان السؤال الاولاني محتاجه نقدا ولا عيني؟ هنقول مثلا نقدا. طب ايه الاليات؟ هنا الحكومه تجاوب عليها ومن خلال الحوار الوطني برضه بيبين اليات تبقى برضه في متخصصين يقدروا يقولوا لنا حاجات كويسه. يا مسهل الاحوال يا دكتور، كل الشكر ليك يا دكتور، نورتنا وشرفتنا دكتور فخري الفقي رئيس لجنه الخطه والموازنه بمجلس النواب.